هو انا عايز افهم مسلسل نسل الغربان ده عاوز مننا ايه؟ عامه كده الحلقه الاخيره ممنوعه لاصحاب السكر والضغط وارتفاع الدم، ممنوعين ان هم يتفرجوا على الحلقه الاخيره دي. ده موضوع كبير قوي 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 قوي. عساف قتل ولد غفران، جم غفران ما سكتش، قام قتل ولد عساف. جم عساف ما سكتش، قام قتل اخوه النميري. جم غفران ما سكتش، قتل علي. جم عساف ما سكتش، كان يوم اسود هو اصلا ما ارتحناش، قتل العمده. وقاعدين يقتلوا في بعض لحد ما خلاص نسل البرايصه راحوا في طوكر، ما فاضلش منهم بورص تاني غيري، ما فاضلش غير النسوين، الكل مات. لدرجه ان انا كنت مستني التلفزيون يطلع منه بندقيه يقتل المشاهدين، ومات المشاهدين جميعا. انا عايز افهم بس محمد سامي عاوز مننا ايه؟ ليه الفرح في المسلسل ده قليل والحزن كتير؟ ليه كله قاعد يقتل في بعضه؟ ركبتنا الهم. انا راجل زباله ان انا اتفرجت على المسلسل ده من اساس نسل الغربان كاك.